السلام عليكم المشاهدين، كديري لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وخير على خير. اليوم عندكم يونس صوت وصورة وغيهضر على القضية ديال 5 مليون اللي اتهماتو الزوجة ديالو بيها، وقالت سرق ليا خمسة المليون عفوا. وراه دابا غادي يتكلم صوت وصورة وغادي يهضر على هاد القضية ديال 5 مليون وعلى الأرباح اللي توصلت بهم الزوجة ديالو اللي هي 23 مليون، والسيدة بان 23 أو 22 وما قنعتش بها، ومع ذلك خرجت الوليدات صغار ولا حول ولا قوة إلا بالله. تيقولوا اللي سرق الماما أنا غيمشي للنار، وهذاك الكلام يعني البابا الأب ديالهم حشومة حشومة. كنستنكروا هذاك الفيديو تحطوا فيه الوليدات ووجهوا هذيك الهضرة لهذا السيد اللي هو الأب ديالهم، ودابا غادي نتسمعوا باللسان ديالو على هذا الأمر ديال هاد الفلوس. طبقا القوانين اليوتيوب وطبقا القوانين الجاري بها العمل عندنا هنا في بلادنا، والسيده مازال على الدمه ديالي، فالقانون كيخول لي انني نحب. كما كتسمعوه هو هنا كيهضر على القناه، ودابا غادي يشرح الامر ديال 5 المليون. نتمنى كل شيء يسمع على هاد الهضره ديال 5 المليون. وقفت ديك القناة ونوقفها فعلا، وقفت ديك القناة بدون أنني من يعني خليتها حتى دازت لها 11 في الشهر. واخا يعني أنا وقفت القناة ما قصتهاش المسائل ديالها ديال الأدسنس مع القناة، مازال القناة ديالها مربوطة بالأدسنس، ما كاين حتى شي تغيير. الفلوس 23 مليون ولا 22 مليون اللي ربحات في ذاك الشهر من خلال دوك الفيديوهات ديال السب والشتم ودير وليداتي في الثلاجة، وهذا دازت لها راه توصلت بها، وكذلك مازال عندها واش 4 المليون ولا 5 المليون ديال شهر ابريل، يعني كانت البداية ديالو، راه مازال غادي توصل بها كذلك. مازال القناة ديالها مربوطة بحساب الادسنس ديالها، وكانت يعني كنتحداها راه الحساب الادسنس ديالها اللي مربوط انا عندي في القناة هو اللي عندها في القناة دابا حاليا، نسكرينيه ونصوره لكم ونعطيه لكم، هذا هو اللي كاين. ومازال ما يمكنش هاد الهضره كامله والناس مازال غاديه تقول شي حاجه اخرى، حيت دابا حنا كاملين كنقولوا ليونس خرج لينا بتوضيح، ولكن ملي رجعنا لهاد الفيديو لقيناه موضح فيه كل شيء. ما يمكن زعما من بعد هاد التوضيح ومن بعد هاد الكلام كامل غيمشي يهز هذيك 5 المليون ولا يطيح عليها قلبه كما كنقولوا. الا بغى يسرق كان غيسرق الفلوس المهمه اللي كثيره اللي دازت للزوجه ديالو، وكنشوفوها ما قنعاتش بهم. كنقول للناس بلا ما يغلطوا، حيت هو ما بان لينا ما خرجش، ومع ذلك انا كنتمناه يخرج ويزيد يوضح، حيت الناس مازال كطالب فيه باش يخرج يوضح. واخا هذا الفيديو هذا كيبان لينا موضح فيه الامور، وقال لينا بلا 5 المليون كاينه مقسومه على هذيك 22 او 23 مليون مقسومه عليهم، وهذيك 5 المليون ديال بدايه ابريل زعما هذيك مجموعه ديال شهر 3 خاضتها دابا توصلت بها، وهذيك اللي مجموعه في شهر ابريل راها مازال ما توصلتش بها. هذا الشيء علاش بان ليا بالنسبه ليا انا وبالنسبه لبعض القنوات هذا التبرير هذا حتى هو راه تيوضح بلي 5 المليون ما كانش زعما من كره، بلي راه يونس هضر عليها، كون هو كان عينه فيها كان غادي ما يجبدهاش في هذا الفيديو، حيت غادي تكون ضده. والزوجه ملي تخرج تقول راه انا فلوسي مشاو ليا، غاديين يقولوا راه ما نطقهاش في الفيديو، وحنا شفناه نطقها، ما غاديش نظن غادي يسرقها، وهو ما غاديش نظن غادي يدي لي هذيك 5 المليون، وهو قالها في الفيديو. ومع ذلك كنطالب الاخ يونس كمتابعين ليه وكمدافعين عليه يخرج ويبرأ راسه من هاد التهمه، حيت كاينين اللي كيفهموا كاينين اللي ما كيفهموش، ويقول لنا الا كانت ما دازتش ليها ما غاديش دوز ليها نهائيا يقولها، الا كانت عندها شي مشكل يقولها، المهم بعدا يبرر لنا ويقول لنا السبب. لحد الان حنا رجعنا لهاد لي فيديو، هو اللي وريتكم على اللسان ديالو، حنا ما تنقولوا والو، على اللسان ديالو هضر على هذا الموضوع وقال هذيك غادي توصل بها والاخرى هي غادي توصل بها بوحدها، يعني هذوك الفلوس ما مجموعينش، كانت غادي تكون 23 زيدوا عليها 5 هي 28 مليون اللي كانت غادي تاخذ، ولكن بالحساب ديال الاسنس وداك الشيء ديال اليوتيوب راها مقسومه 5 بوحدها و23 بوحدها. والله يقنعنا، نتمنى القناعه يا ربي،
حيت بان لينا هذا الشيء بنادم ما بقاش قانع، وانا راه نشد غير قل من هذيك هذاك الفليسات ونحمد الله ونشكره ونبوس خلاتك الارض على هذاك الفلوس هذاك القدر. ما غاديش نقول ندير فيلم ولا ندير فيديو نقول لا فلوسي مشاو ليا وقدر الله وهادي وفرحتي ما كملاتش، لا لا للاسف. كنتمنى هاد الزوجه هادي تراجع نفسها، حيت راه الدنيا فايته والفلوس فايته، ولو يكونوا كاع هاد الفلوس داهم الزوج ديالها وما دازوش ليها ما كانش ليهم تحط هذاك الفيديو وبداك الشكل وبداك الوليدات اللي مقيله ليهم. رانا تشفرت وزيدوا قولوا واحد الدعوه على اللي دا ليا الفلوس ودوبو كتبرك هي وكتبقى تهضر على الزوج ديالها باللي هو اللي داهم ليها. هادشي راه حرام وهادشي راه لا حول ولا قوه الا بالله. بين الزوج والزوجه كلشي تيكون مشترك، الزوج والزوجه كلشي كيكون مشترك. وكما كنعرفوا راه باقين هما على دمه بعضياتهم، باقين ما طلقوش وباقين الوليدات مجموعين، وداك الشيء ديال الفلوس اللي عنده راه لوليداتها والفلوس اللي عندها لوليداتهم. ولو هاد 5 مليون تكون عنده اصلا راه غادي يشري لك الدار وغادي يصرف عليك وغادي داك الفلوس ديريهم كل شهر وتاكلي بيهم. بنادم علاش ولا كيغطي الحق وكيمشي مع الباطل؟ علاش هاد الشيء كامل؟ علاش هاد الشيء كامل وهاد الظلم كامل؟ ومع ذلك كنتمنى الاخ يونس يخرج بتوضيح ويهضر لنا على هاد 5 مليون اللي هي السيده بانت لينا مشات مع الفلوس وخلاتك مشات مع متاع الدنيا. الله اعلم اش غادي يدير بيهم، الله اعلم اش غادي يتصور بهاد الفلوس، الله اعلم. ولكن هاد الناس هاد السيده بعدا بانت لينا الفلوس عمات ليها العينين وما بقاتش اصلا كتشوف توراها. واش معقول بنادم في شهرين ولا شهر ونص يشد 23 مليون وما يعجبوش الحال؟ هاد الشيء راه ولا خلى داك ما عرفت اشنا. راه واحد كيخدم كيدمر هنايا في اوروبا عندنا كيدمر 3 سنين 4 سنين وما كيجمعش هذاك المبلغ هذاك وما كيشدوش. وواحد كيجلس كيهين في عائله الزوج ديالو كيمثل بيهم كما جات على اللسان ديال الزوج ديالها وكيطعن في كرامته وطعن في شرف الزوج ديالها وشاده 23 وما قنعاش وما رغم ذلك مخرجه الوليدات كتصور بهذيك الطريقه. واحد تكون عنده القناعه ويكون ما يبقاش يشوه، راه ربي كيبغي الستره. هذاك ملي داك المبلغ ما توصلتيش به كان عليك تعيطي تسولي تخلي داك الشيء باسطا باسطا من التشويه والصوره والسمعه. راه هادشي بان لينا باقي الناس ما شبعاتش هاد السيده، هادشي اللي بان لينا باقا ما شبعاتش وما فشاتش الغليل ديالها كامل. علاش خارجه بهاد الفيديو دايره هاد المهزله كامله؟ ما دام شديتي بهادوك توصلتي بهم حمدي الله وشكريه، وهذه 5 مليون تسناي تسناي وملي ما توصليش بها وتكون عندك يقين بالله راه داها تواصلي معاه بينك وبينه، ولا قوليها المحامية تقولها المحامي. هالشي اللي كيبان لي انا بنات الناس يديروه، ما نبقاش نخرج بفيديوهات ونحط وليداتي ونبقى نقول لا داليا لا داليا، وفي اخر المطاف غنلقاو هاد السيد راه هذوك الفلوس ديالو غيصرفهم عليك. راه ماشي غيديهم لشي واحد براني، هذوك الفلوس غادي يبدا يحط فيهم ملي تغادي تحكم ليه النفقه غيبدا يصرف فيهم عليك. كان عليك تراعي قبل ما تخرج بهذاك الفيديو، كان عليك تراعي. وحنا رجعنا للفيديو سمعنا حقيقه هاد 5 مليون وقلنا غنشاركوها مع الناس ومع المتابعين، وكل واحد عنده راي. رايي انا كان عليها ما تخرجش بهذاك الفيديو، وكان عليها تمشي تقولها للمحاميه، والمحاميه غادي تهضر مع المحامي ديالو وغادي يحلوا هذا الامر بيناتهم باسطه من الفضائح ديال اليوتيوب. بان ليا الناس فضائح اليوتيوب فيديو نحطه باش نتهم فيه الزوج ديالي غيطلع ليا اكثر من داك الثمن اللي دا. هادشي اللي بان ليا انا. وكنتمنى يونس يخرج يوضح هذا الامر هذا، حيت هي باغا ضروري تشوه لي السمعه ديالو، ضروري يدافع على السمعه ديالو. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. حيت حنا هادشي ولينا كنشوفوه مهزله اليوتيوب، مهزله اليوتيوب. ولا حول ولا قوه الا بالله. ملي سمعت هاد الصوشره نط بحثت على الفيديو اللي قبل وحطيته للمشاهدين، حيت هو تجاهضر عليهم. وكما كنقول واخا يكون داهم ليها كان عليهم يتحاوروا بيناتهم، ما يبقاش هادشي خارج للعلن وخارج اليوتيوب. ودائما الله اعلم، الله اللي عالم بالغيوب. ومع السلامه.